أقباله. قالوا لا يا رسول الله هم ينتظرونك. قال ضعوا لي ماء في المخضب مرة ثانية وصبوا علي الماء. فوضعوا له الماء وجاءوا برد نفسه بالماء اتكأ على يديه ليقوم فأغمي عليه فلبث مليا مغمى عليه ثم أفاق. قال أصلى الناس؟ قالوا لا ينتظرونك. قال ضعوا لي ماء في المخضب وصبوا علي الماء من أفواه سبع قرب لم تحل أفواههن. ما معنى لم تحل أفواههن؟ يعني القرب التي تعطونني يكون الماء قد طال مكثه فيها، الماء مطول جالس ثلاثة أربع أيام أسبوع حتى يكون أبرد. وضعوا صلى الله عليه وسلم في المخضب وأقبلوا إليه بالماء وجعلوا يصبون عليه القربة تلو القربة حتى أكثروا عليه. فلما أكثروا عليه شعر بنشاط ماء بارد فاتكأ على يديه ليقوم فأغمي عليه. وأصحابه ينتظرون في المسجد هذا الجسد الذي طالما جاهد في سبيل الله وقاتل الكفار وصام النهار وبكى في الأسحار ما استطاع يقوم لصلاه. فلما أفاق قال أصلى الناس؟ قالوا لا يا رسول الله هم ينتظرونك. ما فاتتك صلاة الجماعة أطمئن. فنظر فإذا ما يستطيع يقوم ما أستطيع، وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام وما أقدر. قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وصلى بهم أبو بكر صلاة العشاء من ذلك اليوم الجمعة، وصلى بهم صلوات يوم السبت وصلوات يوم الأحد وصلوات يوم الاثنين. لما جاءت صلاة العصر من يوم الاثنين شعر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من النشاط، فأول شيء فعله ما قال طلعوني أشم هوى، طلعوني أتنزه أتمشى، اذهبوا بي إلى مزرعة فلان ولا بستان فلان، لا، قال ادعوا لي علي والعباس رضي الله عنهما فدعوهما له. قال احملاني. قال إلى أين؟ قال احملاني إلى المسجد. وين بروح بعد؟ اذهب إلى المسجد. يقول علي رضي الله عنه فحملناه يتكئ علي وعلى العباس ووالله إن قدميه لتخطان في الأرض، مثل الإنسان المريض اللي ما يستطيع يرفع رجل ويضعها، القلب علق بالصلاة. فذهب وصلى معهم ثم رجع عليه الصلاة والسلام ونزل ملك الموت من السماء يقبض روحه. دائما الإنسان يا جماعة لما يكون يموت يتكلم بأهم الأشياء عنده في حياته، صح؟ إن كان عنده ولد معوق بدأ يوصي أولاده على ولده المعوق، إن كان عنده أم عجوز، إن كان عليه دين أو له دين بدأ يتكلم عنه. الشيء الذي جعل يردده النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الموت الصلاة. الصلاة ملك الموت يستل تلك الروح المباركة، والنبي صلى الله عليه وسلم يتدارك ما تبقى من أنفاس ويوظفها لقضيته. الصلاة 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 وما ملكت أيمانكم الصلاة الصلاة بل الرفيق الأعلى ومات عليه الصلاة والسلام. يا جماعة ما قال الجهاد الجهاد، ولا قال الصدقة الصدقة، ولا قال بر الوالدين بر الوالدين، ولا الحج والعمرة، قال الصلاة. لأن من حفظ الصلاة حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. لذلك كل الأنبياء يذكرهم الله ويذكر صلاتهم. زكريا فنادته الملائكة وهو قائم، ماذا يفعل؟ يصلي في المحراب. مريم يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. عيسى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. إسماعيل واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بماذا؟ بالصلاة والزكاة. إبراهيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. شعيب قالوا يا شعيب أصلاتك أمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا. محمد عليه وعليه أفضل الصلاة والسلام قال الله له وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. نعم كلها صلاة صلاة صلاة، لأن الصلاة هي الحبل الممدود بينك وبين رب العالمين. إذا جاء الواحد وقطع هذا الحبل كأنه يقول يا ربي أنا ما أحتاجك. مثل الآن لما نأتي ونوصل هذا اللاقط بالسماعة التي في الجدار، لما أقول لك خلاص ما نحتاج السماعة اقطع الصلة بين الميكروفون وبين السماعة، تأتي وتقطع الصلة الحبل بمقص تقطع خلاص السلك الموصل بينهما تقطع ما نحتاجها. انتبه لا تأتي إلى هذه الصلة. لذلك الله تعالى ما سماها تخشع تقدس، سماها صلاة.
العبادة الوحيدة التي فرضت في السماء هي الصلاة. كل العبادات ينزل جبريل، يا محمد الله فرض عليك الصوم، طيب، ينزل بعدين الله فرض عليك الحج، طيب، الله فرض عليك الزكاة، طيب، الله بر الوالدين فرضه عليك، طيب، الله فرض عليك الجهاد، طيب، إلا الصلاة ما يرسل بها جبريل، هذه عظيمة. يرسل الله تعالى جبريل ويرفع النبي صلى الله عليه وسلم فوق حتى تعد السماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، يعني في العلو المطلق فوق، حتى وصل صلى الله عليه وسلم يقول إلى السماء السابعة. قال فجعلت أتقدم ومعي جبريل. قال وفجأة توقف جبريل، قلت يا جبريل تقدم معي. قال ما أستطيع، هذا موضعي، ولو تقدمت خطوة احترقت، ما أقدر. تقدم، فتقدم صلى الله عليه وسلم يقترب من العرش. قال حتى وصلت إلى موطن سمعت فيه صريف الأقلام، أقلام اللي تكتب مقادير العباد. قال ففرض الله تعالى كل هالرحلة يا جماعة لأجل شيء واحد، فرض عليه الصلاة بس. عجيب، ما تكلم الله معه عن جهاد؟ لا لا. ما تكلم معه عن قراءة قرآن؟ لا. ما تكلم معه عن زكاة وصدقات وبر والد؟ لا لا. تكلم فقط عن الصلاة، لأن الذي سيصلي سيفعل بقية الأشياء، ما يحتاج يتكلم معه عنها. ويفرضها الله عليه 50 صلاة، ويخرج عليه الصلاة والسلام يمر بموسى فيقول لموسى ما فرض عليك ربك؟ فيقول فرض عليك 50 صلاة، فيقول إن أمتك لا تطيق ذلك، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك، فيرجع يجعلها الله تعالى 40، ثم يرجع إلى موسى فيرجع إلى الله فيجعلها 30، فجعل يتردد بين موسى وبين الباري جل جلاله حتى صارت 5 صلوات. طيب كيف الله يقول 50 ثم تكون 5 صلوات؟ طيب الله يقول ما يبدل القول لديه؟ نعم، الله تعالى قال هي 50 وهي 50، تدري ما معناها؟ معناها أنكم بالفعل 5 لكنها بالحساب عندنا عن 50، يعني لما تصلي صلاة فجر واحدة كأنما صليت 10، تصلي صلاة ظهر واحدة كأنما صليت 10، صلي صلاة عصر واحدة كأنما صليت 10، وهكذا. ومن ضيع صلاة فجر واحدة كأنما ضيع 10، لأن كل صلاة عن 10 صلوات. أنا أعلم يا شباب أنكم تصلون، وأستبعد أن يكون بينكم تارك للصلاة تماما ما يصلي أبدا، إن شاء الله ما فيكم واحد وجه تارك للصلاة. لكن القضية، هل أنت تصلي أم تقيم الصلاة؟ في فرق، في فرق، فرق بين من يصلي وبين يقيم الصلاة. الله تعالى في القرآن لا يقول يا أيها الذين آمنوا صلوا، لا لا ما في آية كذا، ولا يقول والذين يصلون ويؤتون الزكاة، ما في آية كذا، يقول يا أيها الذين آمنوا إيش؟ أقيموا الصلاة ويقيمون الصلاة وأقاموا الصلاة. إذا المسألة إقامة، ليست المسألة تقيمها كما تريد بل كما يريد الله. أنا أعطيكم مثالا، نفرض يا شباب أنه دخل علينا وقت الحج، وعندنا واحد وصل عمره إلى 50 سنة وعنده مال كثير وقوة في بدنه ولا حج. قلنا له يا فلان أنت لماذا لا تحج؟ قال يا أخي متى الحج؟ قلنا الحج في شهر ذي الحجة، إذا جاء ذو الحجة تذهب وتحج. قال يا أخي لكن ذو الحجة ما أدري لكن زحمة شوي. قلنا كيف يعني زحمة؟ قال يا أخي يأتيك ناس كذا كبار وناس صغار يتزاحم على الحجر ويطلع عرق. صراحة يا أخي ما أدري كيف يعني. قلنا كيف يعني ما بتحج؟ قال إلا بحج بحج. قلنا متى بتحج؟ قال خلني أراجع جدولي. وجيك يطلع الجدول يبدأ يقلب فيه شوي، جدول مرتب. قال أنا عندي إجازة في شهر رمضان الجاي أسبوع أبحج. يصير والله رمضان وحج ما شاء الله نور علينا. وصدق ولما جاء رمضان يروح فعلا يلبس الحرام يصل مكة ويقف بعرفة بيت مزدلفة يرمي الجمرات طوف طواف الوداع يذبح الهدي ولبيك اللهم لبيك ويرجع. أنا حجيت، يقبل حجي يا جماعة في رمضان ولا لا؟ أجيبه يقبل ولا لا؟ ما أسمع، يقبل ولا لا؟ لأنه فعله في غير وقته. صح، قل أنت على كيف تحج في رمضان؟ ما دام ما فعلت العبادة في وقتها لا تقبل منه. إذا اتفقنا الذي يفعل الحج في غير وقته لا يقبل منه، اتفقنا؟ قول اتفقنا. طيب ايش رايكم باللي يؤذن عليه الفجر الساعه 4؟
ولا يصلي إلا الساعة 7 بعد ما تطلع الشمس الساعة تفضل صلاة والسلام. ليش تكذبوا؟ قبل قليل المسكين اللي حج في رمضان سويته على قضية لا يقبل حجه إنه ليس كويس. يوم جينا عند جينا عند الصلاة تغيرت العلوم. تدرون يا جماعة إيش عقوبة الذي يتعمد إخراج الصلاة عن وقتها؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنه أتاني آتيان فابتعثاني فانطلقت معهما. قال فأتينا على رجل مضطجع. ما معنى مضطجع؟ يعني رجل واقع على الأرض. قال وإذا آخر قائم فوق رأسه بصخرة. واحد على الأرض واقع والثاني ماسك صخرة وقائم على ظهره. وإذا هو يسلغ رأسه بالصخرة فينفلق رأسه يعني فلقتين عذاب. ويتدحرج الحجر. يذهب هذا الطالب يأتي بالحجر فإذا عاد فإذا رأس المضروب عاد كما كان يعطيه مرة ثانية بالصخرة ويتدحرج الحجر. يذهب يأتي به فإذا رأسه عاد كما كان التأم يعطيه مرة ثانية بالصخرة. النبي عليه الصلاة والسلام فزع قال يا جبريل ما هذا؟ قال انطلق انطلق خبرك بعدين يعني انطلق. ثم في آخر الحديث قال له جبريل وأما هذا الذي رأيته يسلغ رأسه بالصخرة فهو الذي كان يؤتى القرآن فيرفضه يقول ما أبغى القرآن ما أريد أقرأ ما أريد أطبق ما فيه وينام عن الصلاة المكتوبة. ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس. ينام عن الظهر. ينام عن العصر حتى تغيب الشمس. هذا الذي ينام عن الصلاة المكتوبة لاحظ ما قال هذا الذي يعق والديه هذا الذي لا يصلي هذا الذي يسرق لا هذا الذي ينام عن الصلاة المكتوبة. بعدين لاحظ لماذا الذي يضرب الرأس لماذا لا تضرب القدمان أو البطن؟ لذة النوم في الرأس. تجد أنك إذا جئت توقظ الشاب أو الفتاة أو أي إنسان وهو نائم يقول يا أخي ما أقدر أصحى ما أستطيع أستيقظ. لماذا؟ يا أخي رأسي ثقيل. الرأس الثقيل يعذب مثل هذا العذاب. لذلك هذا العذاب ليس عذابه في النار هذا عذابه فترة البرزخ ما بين موته إلى قيام الساعة. قال الله ولعذاب الآخرة إيش؟ أشد وأبقى. عذاب الذي ينتظره في الآخرة أشد عليه قوة وأبقى عليه زمنا. انظر لما ذكر الله تعالى حال أهل الجنة قال سبحانه وتعالى في وصفهم وصف أهل النار مع الصلاة قال جل وعلا كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. تدري ما معنى ذلك؟ معناه يا شباب أن أهل الجنة في الجنة في نعيمها وفي فرحتها واستبشارها بدأوا يتذاكرون أصحابا كانوا معهم في الدنيا. قال ما فعل صديقي فلان الذي كان معي في الجامعة وفلانة قالت والله ما فعلت صديقتي فلانة اللي كانت جارتنا. بدأوا يتذاكرون فلا يجدونهم في الجنة. ما دام ليسوا في الجنة معناها أين هم؟ في النار. وليس بعد الموت من دار إلا الجنة أو النار. فيأتي أهل الجنة يضلون على أهل النار وقيل إن الملائكة التي تسأل يسألونهم. اسمع ماذا قال الله كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. إيش اللي دخلكم النار؟ أهل النار دخلوا النار بأسباب متعددة. منهم ناس كانوا يشربون خمر منهم ناس يزنون منهم ناس كانوا يقتلون منهم ناس يسرقون منهم ناس يرتكبون أنواعا من الشرك من طواف على القبور من سجود لغير الله إلى غير ذلك من دعاء لغير الله أنواع. لكن ما هو أول سبب ذكره أهل النار وجعلوه سبب دخولهم للنار؟ ما سلككم في سقر؟ قالوا إيش؟ لم نكن من المصلين. اثنين ولم نكن نطعم المسكين. ما كنا نتصدق أبدا لا زكاة واجبة ولا مستحبة. ثلاثة وكنا نخوض مع الخائضين. كيف نخوض مع الخائضين؟ يعني مع الناس. إن غنوا غنينا وإن صلوا صلينا وإن غازلوا غازلنا وإن شربوا خمر شربنا وإن تعاطوا مخدرات تعاطينا وإن دخنوا دخنا. وبعض الشباب والفتيات أيضا لا يكتفي أن يفعل المعصية فليكون داعية لغيره للوقوع في هذه المعصية. أعطيكم مثال. نفرض يا شباب أنك جئت
وأخذت علبة دخان جديدة، ها؟ واحد جاء وأخذ مثلا